الاستثمار الأمثل لموارد النقابة. أحد هذه الموارد هي المبنى الفخيم في شارع عبد الخالق ثروت، به ثلاثة أدوار غير مستغلة. الدور الأول إنشاء أكاديمية للصحفيين تعالج أزمات القيد وتدخل وتعيد وتدر دخل كبير على النقابة من خلال تدريب بروتوكولات مع الصحفيين العرب وتدريب الصحفيين العرب. ايضا الارتقاء بالقيمه المضافه للصحف من خلال تدريبه على انتاج الافلام الوثائقيه والصحافه الالكترونيه وصحافه الفيديو ليكون لديه قيمه مضافه تخلق له فرص عمل بديله. الدور الثاني انشاء اكاديميه للطفل لتنميه مواهب الطفل، ليست حضانه. المرحله الاولى بتكون للاطفال اللي هم في المرحله المبكره، الطفوله المبكره، بيكون في طبيب مقيم، بيكون في متخصصات في رعايه الطفل، هتحل ازمه لابناء الصحفيين والصحفيات ليتفرغوا للعمل المهني ويكونوا امنين على ابنائهم. ايضا سيكون لها شق استثماري من خلال تنميه مواهب الاطفال في مرحله 12 سنة و7 سنوات و10 سنوات من خلال التدريب على الموسيقى والكاريكاتير والفن وكافة المواهب. جزء استثماري سيكون للعاملين في المحيط الجغرافي، أبناء العاملين في المحيط الجغرافي لمحيط لنقابة الصحفيين. الدور الثالث يمكن أن ننشئ فيه متحفا للصحافة المصرية، فالصحافة المصرية مدرسة عريقة وعتيقة ضاربة بجذورها في عمق الصحافة العربية. يمكن أن نسجل تكون هذا المتحف مزارا للصحفيين، وايضا يوفر دخل او يوفر مصدرا قويا لدارسي الدكتوراه والماجستير سواء في مصر او في الدول العربيه حول الصحافه، ينظم له زيارات بشكل عام ويعيد ويدر دخل لنقابه الصحفيين.